يعني ايه كلمه كونتينيو؟ كونتينيو يعني انا لو ستارت باي 1 ال 1 يوصلني لل 2 الحاجه اللي انتهي بيها هبتدي بيها. كونتينيو حاجه كده بنتقال عليها تشين، تشين زي السلسله. طيب انا شغال لسه في درس البروبورشن، فانا عندي حاجه جديده ان انا هشتغل على اكتر من ريشيو وكل واحده تسلمني للي بعديها. طيب مش فاهم كلامك، بص معايا لو سمحت، احنا النهارده ان شاء الله هنشتغل الاكسرسايز 6 وهتلاقيه قريب من اللي احنا قلناه قبل كده. خليكي مش محتاجك دلوقتي. ايه اللي قلناه لما يقول لك A و B و C and D are proportional؟ ايه اللي استفيده؟ حلو 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 كلام، واحدة واحدة. الفيرست على يبقى حلو خالص اهو. طب وايه كمان؟ ايه اللي استفيده بعد كده؟ او اتفقنا بعد كده بنعمل ايه؟ طيب كل افكار البروبورشن والكونتينيو بروبورشن انك لازم تيجي تقول ليت، بتفرض ان الريشيو دول ايكوال حاجه اسمها ام، والام دي دازنت ايكوال زيرو. تاني الكلام ده ثابت. اسمك ايه يا حبيبي؟ مروان. ايه؟ حلو خالص، يبقى لازم مروان مرتبط باسم والده. انا كده برضو لما ادي لك الفور كوانتيتي دول اربع كميات يكونوا نمبر يكونوا ليترز واقول لك بروبورشنال، لازم تكون الفورم ده وعلى طول لازم تقول كلمه ليت. انا بفرض الاي اوفر بي لوحدها هاخدها ايكوال ام، والسي على الدي لوحدها ايكوال كمان ام. طب انا لما اخد دي ايكوال ام اقدر اعمل كروس؟ مش فاهم كلامك، يعني لو قلت A اوفر B ايكوال M اقدر اعمل كروس؟ اه، يبقى ال A دي اوفر 1 ده تايم ده وده تايم ده. استفيد بقى الجمله دي دلوقتي. يعني انت قصدك مش هلاقي زي الحصه اللي فاتت ان مثلا A اوفر B ايكوال 3 على 5 تبقى دي ب 3 M ودي 5 M؟ لا، احنا دخلنا على مرحله جديده. انا لما هقول ايكوال ام هعمل كروس، تبقى الاي على طول ايه؟ بي ام بنفس الطريقه السي تبقى هي كمان دي ام. ما انا هاخد اهو سي اوفر دي ايكوال ام واعمل كروس. نقول تاني ابتداء من الدرس الجديد مش هتلاقي ايكوال نمبر، فبقيت الريشيو عباره عن كلهم كوانتيتي كلهم ميسنج كلهم ليترز. فانت لما بتيجي تشتغل جميل انك حفظت دي A اوفر B على طول ايكوال M، يبقى دي اول حاجه. بعد كده هناخد ايتش ريشيو، ناخد كل واحده لوحدها ايكوال M، ومن كل واحده تبقى باخد الانتسيدنت الراجل اللي فوق الفيرست تيرم واعمل كروس، يبقى A ايكوال بي ام. سيميلر هاخد البي السي تبقى ايكوال دي ام. طب انا بعد ما بعمل الكلام ده قال لي بص بقى عندك نقدر نلعب في شويه حاجات دي بنقول عليها البروبابيلتيز بتاع الريشيو، اللي هو ايه؟ اللي هو لو انا قدرت اعمل دول ينفع اعمل دول بلس؟ اه. طب لو عملت الانتسيدنت بلس اسيب الناس اللي تحت؟ لا، يبقى الكونسيكوانت برضه اعمل لهم بلس. يبقى لو عملت بلس للريشيوز يبقى اللي فوق مع بعض. طب لو عملت ماينس؟ لو عملت تايمز؟ لو عملت ديفايد؟ هو ده الشغل بتاعك، ان انت بعد ما تعمل الكلام الجميل ده ممكن تحتاج ان انت تعمل بلس او ماينس او تايمز او ديفايد لاي ريشيو وتكمل بعديها. فانا لو قلت طيب دلوقتي انا هعمل الاثنين دول بلس، ايه اللي استفيده؟ قال الاستفاده ان انت لو عملت ادنج او سبتراكت او مالتبلاي او ديفايد ان بعد كده اقول ايكوال اني ريشيو، يبقى ممكن الاثنين دول يبقى ايكوال الراجل ده.
اور ايكوال الراجل ده. نقول تاني الجزء ده، الكلام اللي بقوله لك ده هيمشي ورا بعضيه كده حلقات. هدخل العماره دي، هدخل الدور الاول، هلاقي المؤسسه، هدخل اشتغل الحصه بتاعتي. انا ادي لك فور كوانتيتي تشتغل كده دايركت زي ما بيقول الواحده، يبقى الفيرست على السكند، ثيرد على الفورس، يبقى هم كلهم ايكوال ام. اخد كل رش واكون. بعد كده هلاقي نفسي احتاج حاجه من الاربعه دول بمزاجي؟ لا، حسب اللي هيطلبه منك. بس انا بقول الجزء ده، ده حاجات كونستنت ثابته مش هتتغير. وان انا لو عملت بلس هقول له ايكوال اني ريشيو. كلمه اني ريشيو يعني ممكن اكتب بدل دي اي اوفر بي، ممكن سي اوفر دي. بمزاجي اقول له لا، حسب اللي هيطلب منك. بس ده كده اول جزء بتدرب عليه وتشتغل عليه. طيب تعالوا نبص كده مع بعض بنفس طريقه المره اللي فاتت اللي احنا ما صورناهاش. الراجل ده بيقول لي في ريشيوز وبيقول لي ذن بي بلس دي واي بلس سي ايكوال. هنعمل ايه؟ هنعمل كومبير. ابص هنا واحاول اشوف هنا ازاي ده اوصل لده. هنا لقينا ايه؟ بي بلس بي وابتدى الله. ده خد دول مش كده؟ اه. طب وبعدين اللي تحت؟ اقول له انت اول حصه قلت لي ايه؟ ان ممكن اي اوفر بي وانا بقول ايكوال سي اوفر دي هي لو قلت البي على الاي وهنا الدي على السي. ينفع؟ اه. انا عملت ايه؟ عملت فليب، عملت تيرن، عملت سويتش، قلبتهم، شغال. اشمعنى؟ عشان يا مستر انا لما اعمل كروس للاكسترن يديني النينز، ودي جمله بتجيلك. يبقى انا هنا بصيت لقيت الراجل ده خد دور بلس، يبقى انا هاجي اقول له ايه في الترجمه؟ ها؟ اقول له ايه؟ عايز اكتب كلمه عشان البي تبقى بلس دي، يبقى هنعمل ايه؟ بس خلاص ايه؟ الفيرست مع السكند. طب لما اعمل لدول ايه؟ ايه اللي استفيده؟ ما انا عارف ايه اللي استفيده؟ ما هو ده اللي انا عايز اقوله، ان انا اكمل واقول ايكوال انيريش. طب يا مستر جميل اهو، يبقى الراجل ده بلس ده ايكوال ده بلس ده ايكوال انيريش، مش كده؟ اه. طب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز ده يطلع وده يبقى ده. بص كده المفروض 5 اوفر، انا عايز اعمل يلا يبقى 8 اوفر 5 اهو. فليب تيرن سويتش، قول اللي انت عايزه وبرضه اني ريشيو، واروح اختار الاجابه بتاعتي. حد عنده سؤال؟ لا. طب قربنا نوصل لفكره؟ أوه. طب نعيد تاني؟ لا. متاكدين؟ اه. طب حاضر، تعالى كده عايز اشوف شكل الله، ما كنتش بصور ودي حاجه حلوه. تصدقي؟ ركزوا ركزوا ركزوا. تعالى كده الاد اهو، لو عملت اد، لو عملت ديفايد، لو عملت مالتيبلاي، هقول الايكوال برضو اني ريشيو. انا مش هفصل تاني. طيب فكر كده، ادي لك فرصه تشوف الراجل ده مديني دول الجيفن وذن، يعني انا عاوز اوصل لدول يا ترى يبقوا ايكوال ايه؟ كل اللي عليك هتبص من هنا وتسرق تغش. ايه؟ يبقى انا مش هلعب معاك. لكن دي ايه؟ قبل التو سي في حاجه نيجاتيف، يبقى انا الراجل ده محتاج اعمل له ايه؟ مش فاهم. لا خلينا ايه لحظه بس، انا عشان ده يبقى نيجاتيف 2 اعمل ايه؟ بلس ولا ماينس؟ تايمز ولا ديفايد؟ ماينس. طب حلو خالص، اسمع بس الاول يا مستر، انا محتاج مين؟ 2 قبل الماينس 2. يبقى انت محتاج تعمل ايه؟ ما انا عارف ال2 دي اجيبها ازاي. يبقى انت عايز تعمل مالتبلاي 2. تقول بقى هعمل سبتراكت او تقول نيجاتيف، انت حر. كمان مره، لو انا مش عايز اقول كلمه سبتراكت يبقى اقول هعمل مالتبلاي، هي دي.
الريشيو رقم كام؟ يبقى نسميها السكند. يبقى انا يا مستر الفيرست مش هلعب معاها، السكند هعمل بقى مالتبلاي. طب ايه رايك عشان ما اقولش سبتراكت اقول مالتبلاي؟ انت حر، وابدلها بكلمه اد. طب اكمل، عايز العب مع مين تاني؟ برافو عليك، اشمعنى تو؟ هو عايز تو، حط لي 3 اعمل 3 4 حسب ما هو يطلب انا بنفذ له. انا عايز سندوتشين همبرجر، حاضر، اقول له لا. هو عايز كده، عايز من السي 2 بس عايزها بالنيجاتيف، يبقى لو حابب تقول سبتراكت صح. طب انا مش جاي على هوايا، هقول هعمل مالتبلاي نيجاتيف 2. ازاي نكتب؟ هو ده المهم. دي ايه؟ ادي ايه؟ يبقى الفيرست ريشيو مش هلعب معاها صح؟ السكند ريشيو هي اللي هلعب؟ طب الثيرد ريشيو؟ هاخدها بس مش هغير فيها. تاني دي مش هغير فيها، دي هعمل لها مالتبلاي نيجاتيف 2، ودي مش هغير فيها، بس كلهم اخدهم مع بعض. تعال بص بقى طريقه الكتابه. انا هعمل مالتبلاي للسكند ريشيو نيجاتيف 2، وبعد كده هعمل لها ادنج مع الفيرست والثيرد. هو ده اللي انت عايز تقوله؟ ايوه. احتاج اكتبه؟ ايوه، في مسائل بروف ذات. طب انا في التشوز مش عايز اكتب، انت حر، بس انت لما بتدرب نفسك من دلوقتي هتلاقي نفسك بتتعود تكتبها. كمان مره. هنا انا عايز ايه؟ يبقى الفيرست ريشيو انا عايزها بس مش هغير فيها. السكند عايز منها ايه؟ نيجاتيف 2. اعمل سبتراكت وتايمز ولا مره واحده مالتبلاي نيجاتيف 2؟ يبقى الكلمه دي ادي طريقه الكتابه، مالتبلاي السكند ريشيو في نيجاتيف 2. طب انا عايز دي بعد ما اعمل لها مالتبلاي نيجاتيف 2 يبقى معاها دي ودي، اقول له اعملهم بلس. في مشكله؟ طب معلش مش فاهم، بص كده معايا، تعالى نشوف. وطبعا اوعى تنسى الجمله دي، ان بعد ما اعمل كل ده ها ايكوال اني ريشيو. تعالى نشوف بقى. يبقى انا خدت دي، دي عملت لها مالتبلاي نيجاتيف 2، ولما اعمل مالتبلاي او ديفايد شكرا اهو. يبقى انا خدت ده وده وده، ادي الانتسيدنت اب وادي الكونسيكونت ده، والجماعه دول كلهم ايكوال ايه؟ ومين اني ريشيو اقدر اخدها؟ الله ينور عليكي، اخد دي، ما اخدش دول. ابعد بقى شويه عن الليترز. يبقى اني ريشيو يبقى 3 على 5، يا ترى الكلام ده موجود؟ شوف. نقول تاني؟ طب تعالى كده نفكر تاني برضو، انا مصر ان انتوا اللي هتتكلموا مش انا. بص. هنا يا مستر الراجل ده مديني الريشيوز، يبقى ده كده اسمه بروبورشن لانه اكتر من ريشيو، وبيقول لي ذن ايتش ريشيو ايكوال. انا مش فاهم انت ما طلبتش هات في ليه؟ حضرتك بتمسك اول واحده دي وبتعمل كومبير ما بين دي ودي. طب انا دي اكس بلس واي بلس زد، يبقى انا المفروض دول اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم يعني انا عاوز، بص بقى تراي انا هجرب، يبقى انا هاخد الغلبانه دي، فدي محتاجه ان انا اعمل ايه؟ للانسيدنت كله والكنسيكونت كله. طب انا هكتب الكلام ده؟ لا، ده انا بقوله ليك عشان افكرك. فانتوا لما جربتوا عملتوا بلس اكس بلس واي بلس زد، يبقى انا لازم تحت اعمل لهم بس يا مستر دي كام؟ دي، لكن انا محتاج 10 فهي دازنت ايكوال، دول طلعوا 10 مش 3، يبقى انت خرجتي بره المنافسه. يلا نجرب. ها شوف انا رحت لك هناك عايز اجرب حاجه صغيره، اكس ماينس واي، يبقى المفروض اعمل ايه دول؟ 2 ماينس 3. الله عليكي، انا هنا بقول لك اكس ماينس، يبقى زي ما اعمل اللي فوق ماينس يبقى المفروض كان يديني كام؟ لكن هو مديني كام؟ شكرا. فهمتوا حاجه؟ طب لا لسه شويه، طب تعالوا نجرب، ناخد سي ولا دي ولا بي؟ بي. تعالوا
تعالى يا عم جرب. ها بص كده، انت معاك ايه يا مدام؟ يبقى انا محتاج لدي اعمل لها ايه؟ اعمل تايمز 2، يبقى دي هتبقى كام؟ شكرا. يلا نلعب. يبقى دي بلس دي، بس خلي بالك دي ايه؟ لا ماينس. يبقى هنا 2 بلس 6 ماينس 5 الله، ده طلعت هي دي. بس طبعا انا عشان عايزك تتدرب في كله، بص دي لو عملت دول ماينس هيبقوا نيجاتيف 1 بلس 5 كان هيديني 4 مش هيديني 10. ادي كده كانهم اربع مسائل بدربك على امتى اعمل بلس امتى اعمل ماينس. يعني قصدك الانسر بتاعتي هي نمبر بي اقول له ايه؟ فهمتوا حاجه؟ تاني انا هعمل تايم يبقى اب وداون، فدي تبقى 6 2 بلس 6 8 ماينس 5 تبقى 3. ادي الانسر بتاعتي. نقول تاني؟ طب قربنا نفهم؟ طيب تعالى كده يا عمو نتعلم نقول لما الراجل ده يديلك A over B equal C يديني أي كلام، أنت يا عم بتقول لي دول كده كونتينيو، أنا أعمل إيه؟ بدايتي لازم أقول ليت. ليت حبيبي يعني أنت الطفل. بتجيب من عندك وسيلة مساعدة، حاجة تفك ده. ليت إيه؟ دي أو دي أو دي تبقى إيكوال. والام دازنت ايكوال زيرو. فادي اول حاجه بتعملها حضرتك انك تاخد الجماعه دول ايكوال ام. طب بعد كده افك افك واعمل كده. ايوه تعمل ايه؟ اخد الاي اوفر بي تبقى ايكوال ام. الكلام ده تحفظه زي اسمك. اعمل كروس يبقى الاي بي ام. يا مستر ليه لازم اعمل كده؟ عشان حضرتك هتيجي هنا كل ما تقابلك ايه تكتبها بي ام في كل الدرس ده واللي بعده. نقول تاني دول بروبورشن، عرفت منين؟ ادي ايكوال ايه؟ ابتدي اقول ايه؟ ليت كل ده ايكوال ام، والام طبعا كونستنت دازنت ايكوال زيرو، يبقى الريشيو ايكوال ام. ما هو انا انت في الزور. اعمل كروس تبقى الاي ايكوال بي ام. عايز حد يقول الثانيه؟ ها يبقى سي اوفر ايكوال استفيد ايه؟ ما بقاش يبقى سي. طب انا بعمل كده ليه؟ اقول له عشان هاجي هنا. شكرا الحمد لله على السلامه يا حاج علي. تعالى للثالثه. ها ايكوال استفيد ايه؟ يبقى الاي. ليه بنعمل كل الزيطه دي؟ عشان هنا كل ما تقابلني اي اكتبها اف ام. نيجي بقى لاهم حاجه، ايه هي؟ انا بقول لك بروف ذات الراجل ده الليف اسميه ال اتش اس، واخده لوحده واشتغله. الراجل ده هسميه رايت هاند. جميل اهو، في ناس فاكر واشتغل لوحده. لازم يا مستر الانسر بتاع ده تبقى ايكوال الانسر بتاع ده عشان اقول ال اتش اس ايكوال ار اتش اس. نقول تاني؟ نقول تاني؟ طيب حاضر. الراجل ده مديني بروبورشنال، اعمل ايه؟ اخد كل ده واقول له ايكوال ام. بعد ما اقول ايكوال ام اقسم، هاخد الريش الاولانية لوحدها ايكوال ام، والتانية ايكوال ام، والتالتة ايكوال ام، بس كمان مش هنقل غير لما اقول اعمل كروس تبقى الاي بالبي ام. ليه؟ اقول عشان هاجي في الكويشن بتاعي في الريكورد تو بروف وكل بي كل ايه احطها بي ام. سيم سيميلر زي بعضيها. طيب تعالى كده ناخد نمبر 1 ونقول كده اهو ادي ال اتش اس. اخد الراجل ده اكتبه قدام عيني، فاروح جاي اكتب اهو اي بلس 5 سي، وهنا بي بلس 5 دي. احنا اتفقنا هنعمل ايه؟ كل ما تبقى
كمان مرة كل ما تقابلني ايه؟ أختار حلو. طب تقابلني سي؟ دي. طب قابلتني بي؟ ماليش دعوة بي، مش في اللعبة، عشان كده أنا عملت لك براويز. يبقى البي ماليش دعوة بيكي، هسيبك بي. الدي؟ برضه ماشي سيبك. يبقى دول بس لو لقيت ايه؟ أكتب قيمتها. لقيت سي؟ أكتب قيمتها. لقيت الاي؟ أكتبها. غير كده ماليش دعوة. ده مش كده وبس، وكل اللي هقوله بعد كده دي خطوات ثابتة، دي بتسلم دي. طب تعال نشوف عشان تفهم انا بقول ايه. يلا الاي هتبقى بي ام ودي بلس 5 والسي دي ام. ننزل تحت بي بلس 5 ما العبش معاك. السؤال بقى يا مستر، هل هنا اقدر اعمل بلس؟ لا بلس ولا ماينس ولا اي حاجه. امال تعمل ايه؟ حاجه ثابته، حاجه مش هتتغير. حضرتك هتقول اشوف الكومن. هو انا هنا عندي كومن؟ اه. تاني بص انا هكتب لك برضه، شغلك بعد كده هيبقى الكلمه دي. وممكن كمان اشتغل فاكتورايز بتاع بريك 2. ادي ده كل اللي جاي. نقول تاني بالراحه. بعد ما جبت الكلام ده رحت خدت صايد من الاثنين دول. الصايد ده بقول لنفسي عليا كل ما قابل ايه مش هسيبها، سي مش هسيبها، دي الاي مش هسيبها. في معاد هذا ما العبش. طب اديني يا مستر عمل حاجه اسمها حبيبي سبستيتيوت، يعني بعوض الاي بكذا السي بكذا. بعد يا بابا ما تعمل دي تقول لنفسك الكلمه دي ادور على كلمه كومن. يعني ايه؟ الموجود هنا وموجود هنا. الله عليك. ام اروح واخد الام كومن. طب لما اخد الام كومن يبقى هنا بي بلس 5 دي. ننزل تحت بي بلس 5 دي. الله دول زي بعض. باي باي. عملت سمبليفاي. ايه اللي اتبقى؟ يبقى انا لازم لما اجي للراجل ده اعمل سبستيوت ادور على الكومن لازم يطلع لي ام عشان يبقى الليفت ايكوال الرايت. ادي حبيبي الشغل الجديد. نقول تاني. طب تعالى كده نشوف الكلام اللي انت بتقوله ده صح ولا. هناخد الراجل ده. الراجل ده عايز تسميه وان سميه، مش عايز انت حر. تعالى اديني هكمل اهو. انا معايا سي، يبقى انا دلوقتي هشتغل في الار اتش اس. السي هل السي في اللعبه دي؟ اهو يبقى دي ام. بعد كده في ايه؟ يبقى تنزل ماينس. في ايه؟ انزلها. في ايه؟ اي. انت اف ام. اف ام 99. ننزل تحت ادي الدي ماينس 3 اف. ادور على الكومن. ها؟ ام. شكرا. ادي ام. ايه اللي اتبقى؟ دي ماينس 3 اف. عندي تحت دي ماينس. اعمل سمبليفاي ايكوال. خلاص يا مستر يبقى ال اتش اس ايكوال ار اتش اس. ادي ده الشغل الجديد وده الشغل بتاع الدرس كمان اللي بعده. نعمل ستوب واللي عايز تعالوا نطبق تاني ونحاول نكرر الستبس. يعني تقول نمرة واحد هعمل كذا، نمرة اتنين كذا، في الإعادة إفادة. الراجل ده لما يقول لك A و B و C و D بروبورشنال أو كونتينيو بروبورشنال، هنعمل برضه بنفس الطريقة. هاجي آخد ده أهو وأبدأ. ها الفيرست على شكرا. يبقى دي A أوفر B. لو قال لي كلمة كونتينيو اللي هو الدرس اللي بعدها يبقى اللي انتهي بيها ابتدي بيه. ما تخافش دي دروس كلها زي بعض. هنا ما قالش كونتينيو يبقى دي السي اوفر دي. في مشكلة؟ ادي بدايتي. يلا بقى نقول هنعمل نقول ايه؟ ها؟ ايكوال ايكوال ايكوال. كرر تاني معايا بعد ما بكتب كده اقول ايكوال. شكرا. الام دي للمرة التانية doesn't equal zero. ادي افصل كده. هاخد دي مع الام. طب عايز اكتبها وماله؟
طب مش عايز وعلى طول اكتب ايه تبقى بي ام، انت حر. لكن دي اعملها برواز. ليه يا مستر بعملها برواز؟ علشان لما اجي اعمل سبستيوت اقول انا بشتغل على الايه بس. يلا الناحيه الثانيه، هناخد دي مع الام، يبقى السي اوفر دي ايكوال ام، تبقى السي بكام؟ دي. ودي اعمل لها ايه؟ يبقى انا بقول لنفسي هاجي هنا او هنا مين اللي هلعب معاهم؟ الاي والسي. حلو قوي الكلام ده. تعالى بقى هناخد الراجل ده، احنا اتفقنا ده بنسميه ال اتش اس. يلا ايكوال، مش هكتب ده تاني عشان ما نضيعش وقت. انت ايه؟ ادي 3 ايه؟ الايه بكام؟ اتعود انك تقول وادي بلس سي. انا دي ننزل داون 5 اهي. الايه بي ام ماينس 2 دي ام. بعد كده قلنا ندور على هاج يا مستر اقول ايكوال، انا هكملها تحتيها عشان هنا هاجي اشتغل على الناحيه الثانيه ويبقى كل حاجه قدامك. هنا ام وام، بص كده ادي ام واعمل برانثيس. لما اخد ام تتبقى 3 دي بلس دي وبلس دي. ننزل تحت برضو ام 5 بي، اخد الام يتبقى 5 بي ماينس 2 دي. الحاجة الوحيدة اللي بعملها مين شبه مين؟ ام شبه بس لكن اخد بي مع بي ودي مع دي؟ لا حبيبي مفيش الكلام ده خالص. يبقى انا خلاص كده واسيبها 3 بي بلس دي وادي هنا 5 بي ماينس 2 دي. سيبها يا عم، وانت تقدر تعمل حاجة تاني. اروح جاي للراجل ده هسميه ال ار اتش اس واقول لنفسي 3 بي الله يا عم، هي البي معانا هنا؟ لا الله مش هعمل حاجه. طب والدي؟ طب والبي؟ طب والدي؟ الله انت ما كتبتش. ما انا مش هكتب حبيبي، ما انا جبتها خلاص اهي. يبقى على طول اقول له ايكوال ار اتش اس. ايه ده؟ تاني وانا بحفظ. انا قلت لك هعمل برواز لاي وسي، لما تقابلني ايه اشتغل معاه، لما تقابلني سي اشتغل معاه. طب هنا عرفت والكومن ام بس، ما تدخلش على بي ولا دي، دول جوه برانثيز، دول في شقتهم ما حدش يدخل عليهم. طب خلاص ده اللي اتبقى، ما يتبقى رحت بعناية هنا قلت اجرب. طب انت عندي ايه معايا؟ ايه ايه ربنا يهدوه؟ في ايه؟ لا. في سي؟ لا. فين الزياد بيضحك؟ والله يا ابني ما انا بكلم نفسي زهقت. الله يبقى كل ده ماليش دعوه بيه، طب ما انا اسيبه، اسيبه ازاي؟ يا عم ما هو ده هو ده. خلصت. خلصت. عرفتوا ليه بقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ دي بقى بسجلها بالصوت. بدأنا دلوقتي لما اقول لك ميدل بروبوشن او كلمة فيرست وسكن وهم اصلا مش موجودين، بدايتك هتيجي تقول ليت. لما اقول لك البي ميدل بتوين اي وسي، يبقى تعود على الجملة الجديدة دي، الفيرست على السكن ايكوال السكن على الثيرد. يعني مش هقول فيرست على سكن ثيرد على فورس، لا خلاص ده درس وخلص. اول ما تسمع كلمة ميدل بروبورشنال، لا الفيرست على السكند، دي اسمها تشين، حلقه متصله بالحلقه اللي بعديها. طب انا هنا عندي الراجل ده اللي هو الايه؟ ميدل، يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى هنا ايه على البي ايكوال البي على، خد بالك بس، تعالى نعمل كروس، يبقى البي تايم بي ها؟ بي بار 2 ايكوال اي سي، خد بالك بس. ومن هنا انا كنت عاوز البي، فده سكوير يبقى بوزيتيف نيجاتيف الاي سي. اهو ده هو اللي انا كنت بقوله لك. الميدل عنده تو انسر تو سولوشن، وباخد السكوير روت ها؟
واعمل له برودكت. اهو ده كان الاجابه بتاع السؤال الاول والثاني، ده رول حفظناه. طب انا دلوقتي انا مش عايز ده، بص بقى هروح جاي لده، انا عايز دي، دي خلاص انا بس حبيتها اوضحها لك عشان تجاوب بيها السؤال الاول والثاني. انت بتيجي لدي A over B equal B over C. اول ما يبدا يقول لك بقى بروف ذات، حضرتك هتيجي تقول equal A. الله، طب ما دي اللي كنا بنقولها. اقول له لا فرقت بقى، بص معايا، هاخد دي ايكوال ام واخد دي ايكوال ام، هبتدي من الاخر، يبقى البي اوفر سي ايكوال. بعد كده اتفقنا نعمل ايه؟ كروس، يبقى البي ايكوال سي ام. حلو، وتعمل لها برواز، هناخد اي اوفر بي ايكوال، يبقى هنا الاي ايكوال بي. ايه انت ملاحظه؟ البي دي موجودة هنا ما سيبهاش، هروح جاي هنا تبقى الـ A equal شيل البي وحط سي ام، يبقى ادي يا مستر سي ام تايم ام. طب ما هو دي سي ودي دي ام ودي ام، يبقى سي ام باور 2. هل انا بقى محتاج ان انا اعمل بروف ذات لكل ده؟ قال لي لا، انا بس حبيت اعملها قدامك، لكن انت اتعود بقى على اللي هنقوله دلوقتي. الراجل ده لو ما بدأش البدايه دي وقال لك A B C D continue proportional، يلا كده نلعب نقول ايه؟ ها؟ طالما قلنا continue يبقى A over B equal B اللي انتهي بيه هبتدي بيه، يبقى A over B B over C over B. شكرا، خلصوا. اعمل ايه؟ اقول له equal، اخد من الاخر، اتعود على الكلمه اللي بقولها دي، هاخد منين؟ يبقى السي، بص بقى المفاجاه، ها دي ام. بص بقى الكلام بعد كده، حضرتك هتشتغل على انتسيدنت بس، ومش هعمل كل الستبس دي، انا خدت من الاخر، تبقى السي دي ام، اروح للبي ازعل، هاخد نفس الدي بس الام هتزيد في الباور، يبقى دي ام باور تين. هنا كان عندي حاجتين اتنين بس، فلقيت ان واحدة هتبقى اهي بي ام، لا انا البي عندي، فانت مش هلعب معاك لان في بي تانية، فانت هتاخد من هنا دي تبقى سي ام، يبقى الاي سي ام باور 2. نروح هنا السي ايكوال دي ام، مش هكمل، هروح اخد مين؟ بي. يلا يا بي، ها دي ام، يلا ناخد الاي باور 3. ادي ده شغلك اللي جاي، هنعيد تاني وتالت ورابع لغايه ما تحفظها معايا.